أكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم باجاتو أن إعلان النتائج الرئاسية قد يكون يوم السبت أو الأحد المقبلين. ومن جهة أخرى حذر الإخوان المسلمون السلطة العسكرية من الدخول في مواجهة مع الشعب إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي. لا والله هم بيقولوا بيفحصوا الطعون، يعني الموضوع كله مش مستاهل 24 ساعة النتيجة تطلع، فهم بيلعبوا بأعصابنا وإحنا الحمد لله نفسنا طويل يعني، والنتيجة كل الدنيا طلعت. في الوقت ذاته تتضارب الأنباء بشأن الحالة الصحية للرئيس المصري حسني مبارك منذ يومين، وتساؤلات كثيرة تطرح، لماذا تنهال هذه الأنباء في هذا الوقت الحرج؟ هو لو راجل عنده كرامة يجيب الفلوس اللي هو جايبها واخدها ومطلعها بره، وعارف إنه هيموت وهيسيبها وهيتحاسب عليها عند ربنا عليها، وهيتحاسب على 80 مليون اللي جوعهم وسرقهم وعطشهم وموتهم واللي موته في بورسعيد. هذا ويشار إلى أن مبارك كان قد أصيب بانهيار عصبي حاد وصعوبات في التنفس بعد محاكمته التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.